اخواني الاعزاء، اليوم حبيت اصور هذا الفيديو بخصوص هاي الماكينه. هاي الماكينه موجوده بالسنتر التاريخي لمدينه ترنتول الايطاليه. السنتر التاريخي يعني فشي مثل ما نقول المدينه القديمه، شلون احنا عندنا بكربلاء الولايه والاسم الجديد المدينه القديمه. الماكينة حلوة وتشوفها تقول عبالك ماكينة مال صراف آلي، يعني ماكينة تسحب بيها فلوس أو فتشي من هالقبيل. بس الشيء الغريب العجيب انه هاي الماكينة لجمع الزبالة، يعني جمع القمامة بالفصحى. هسه راح نشوف شلون تشتغل هاي الماكينة. كل مواطن اكو كارت مثل هذا الكارت بالمعلومات التعريفية الخاصة به واسمه، يقدر يستعمله من يخليه بالماكينة. طلعت لقائمة نقول له انجليش حتى عربي بيها. هنا انواع الزبالة اللي لازم نذبها، شنو؟ زجاج، ورق، بقية الانواع ما عدا الذني المذكورة، عضوية يعني مخلفات الاكل، او الاوعية الخفيفة يعني القواطي مال الحليب، البيض، المعلبات الى اخره. هسه راح مثلا اختار الزجاج، كلاس كونتينيو. راح تنفتح هاي الباب، راح يقول لي افتح الباب. فتحنا الباب واني جايب الزجاج عازله، دا اشتغل بيد واحده لان بيد الثانيه دا اصور بيها. هذا الزجاج خلينا هنا، نسد الباب بميكانيكية معينة. الكارت طلع بميكانيكية معينة، راح ينشال ينذب وزن لوزنه. قال لي هسه انت ذبيت 4 كيلوات ولازم ادفع على اساس الزبالة اللي اذبها. خل اشيل هاي العلاقة اخليها على صفحة. هسه ادخل الكارت من جديد، لان عندي صنف اخر من القمامة لازم اذبه. راح اقول الاوعية الخفيفة، يس كونتينيو. يقول لي افتح الباب. الاوعية الخفيفة عندي هنا حاطين مثل هاي الاشياء اللي راح تشوفوها، هاي القواطي نسدها. راح الكارت يطلع تروح تنذب. بعدين نص كيلو تقريبا. بعدين راح طبعا هاي جواك وميكانيكية تشيل الزبالة وتذبها بالسلة الخاصة بيها. فراح اذا ده يمكن تسمعون الصوت مال الاشياء اللي تشتغل جوا. انجلش اقول عضوية كونتينيو. افتح الباب اجيب هان شوف يعني عازل هنا وحاطن بشيس كبير. اجيب الاشياء مال الاكل، هم جاوا اقول انا دا اشتغل بيد وحدة. هاي الاكل حاطة بيها، طبعا انا مسوي غلط لان لازم تصير بشيس ورقي مو شيس اسود. هم راح يوزن لي your garbage is being weighed. 5 كيلوات ما شاء الله، 5 كيلوات اكل اني يعني نطلع زايد خلال اسبوع. اعتقد احنا شوية مبذرين بس يلا ما يخالف. insert the card. اخر شي راح اختار المخلفات الاخرى، يعني اي شي ما عدا الاكل والامور المذكورة. continue. تشاو. per Facebook.
هاي المخلفات البقية. كم كيلو؟ مو هواي هالاسبوع. طلع هم 5 كيلو شغلات ثانية. هذا هو جود باي. فريغو. كيلينغ باي. عربو. تشاو.